نعاني من حصار خانق على المنطقة على الحي بأكمله. من الناحية الاقتصادية يوجد حصار خانق على هذا الحي، أحياء شيخ مقصود والأشرفية، والحصار الخانق يأتي من قبل الفرقة الرابعة ومن حكومة دمشق. هذا الحصار المفروض على هذه المنطقة وهذه الجغرافية يؤدي إلى البطالة ضمن المنطقة وعدم الاستقرار وصعوبة العيش ضمن هذه الجغرافية. الشعب يعاني من قلة فرص العمل، يعاني من قلة المواد الغذائية، يعاني من الأدوية ضمن الصيدليات. الشعب يقوم بكافة ملتزمات الحياة اليومية ولكن يلقى صعوبة بتأمين العيش، بتأمين الملتزمات لكل عائلة موجودة ضمن هذا الحي وضمن هذه الجغرافية. الملتزمات اليومية العائلة بحاجة إليها، يصعب على رب الأسرة إن كانت الزوجة أو الزوج بتأمين هذه الاحتياجات لأطفالهم للاستمرار بالحياة، الحياة التي تتطلب منا العيش بكرامة، تأمين كافة الملتزمات اليومية لأطفالنا. نلقى صعوبة بتأمين هذه الاحتياجات، وكله السبب الرئيسي هو بفرض الحصار الموجود على المنطقة وعدم وجود الأشياء الأساسية ضمن هذه الجغرافية، ملتزمات الحياة اليومية من مأكل ومشرب لباس. عندما يفرض الحصار على المنطقة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والأسعار عندما ترتفع ويوجد بطالة بالحي، هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار ضمن العائلة وتحويل العيش بالحياة اليومية والاستقرار. من الناحية الأخرى، هذا الشعب الموجود ضمن هذه المنطقة وضمن هذه الجغرافية وهي بقعة أساسية من حلب، وحلب بقعة أساسية من سوريا. هذا الشعب يناضل ويناشد الحكومة السورية بالنظر بأمور هذا الحي وفك هذا الحصار الخانق على المنطقة. نحن كشعب موجودين ضمن هذه المنطقة بكافة مكوناتها، إن كنا عربا، كردا، آشورا، سريانا، مسيحيين، نحن نتكاتف ونتحد ونتعاون مع الإدارة الموجودة ضمن هذا الحي، لأنها بقدر استطاعها تؤمن سبل العيش لهذا المجتمع وتؤمن كافة الملتزمات بصعوبة جدا لتأمين احتياجات المجتمع. وهذا المجتمع متضامن مع الإدارة لكي بقدر المستطاع والإصرار تضامننا مع الإدارة الذاتية وتأمين الأمة الديمقراطية على نمط ديمقراطي، نعيش كافة المكونات مع بعضنا البعض بيد واحدة وصوت واحد، نطالب الحكومة السورية بالإفراج هذا الحصار عن هذه المنطقة لنقدر أن نكون فردا حرا نعيش ضمن مجتمع حر، مجتمع يدعي ويدعو إلى الديمقراطية وتوحد كافة المكونات التي تعيش ضمن هذه المنطقة. هذا الحصار كمان انفرض من قبل الدولة. أكثر شيء اللي بيعاني من هذا الوضع هي المرأة، خصوصي الوضع الاقتصادي هون صاير صعب، لأني هلا إذا الأولاد مرضوا نحن هون الأدوية بألف ياويلة لبين ما يفوتوا لعنا الدواء، بيفرضوا عليها ضرائب. يعني المقومات الأساسية للحياة هي الأكل، الشرب، الأدوية، وعنا نقص كتير بهاي المواد. فالأم كتير مثلا أنه بتشوف أولادها هيك مرضانين جوعانين وما في بإيدها يعني تساوي شيء. المهم هي أكثر شيء بتعاني، وهذا الضغط بيجي عليها وضغط العيلة وضغط الدولة، وهذا الحصار يعني كتير صعب عليها. فنحن نتمنى أنه هذا الحصار ينشال، او لاني عن جد خصوصي نحن هون بالشعب الشيخ مقصود كثير هذا الحصار صار قوي علينا، يعني خنقنا. نحن بنتمنى نرجع مثل قبل، ما يكون في حصار، يكون في اخوه شعوب، يكون نشيل هالعنصريه، نشيل هالتمييز، ويضل هالروح المحبه يكون بيناتنا. بصراحه الحصار يعني كثير عم يأذينا، يعني فوق ما انه هلا نحن البلد كله
يعني عم بمر بأوضاع اقتصادية صعبة، لا فوق منها نحن بوضع يعني لسه صعب أكتر. عم بيصير علينا حصار من ناحية المواد الغذائية، من ناحية الأدوية، نقص في المحروقات. يعني نحن هون بشكل خاص حي الشيخ مكسور أشفية كتير عم نعاني. يعني منروح بدنا نسأل على أدوية، يعني يا ما منلاقي منها، يا أما إذا لقينا بأسعار كتير غالية بيقولونا أنه ما في طريق، ولبين ما عم ندخل هالدواء كتير عم نتعذب. مواد غذائية في كتير يعني مفقودة، محروقات ما في. فيعني أنا كامرأة يعني عايشة هون ضمن الشيخ مكسور كتير عم نلاقي صعوبة. يعني بتعرفي أنت المرأة هي مسؤولة عن الطبخة وتأمين مستلزمات البيت، أدوية، حليب للأطفال، حفوضات، أي شيء، فهذا كله بيوقع على عاتق المرأة. فيعني المرأة هي الجزء، يعني الجزء الأكبر والصعوبة الأكبر هي عم تعيشها، يعني من ناحية يعني أوضاع اقتصادية، ومن ناحية إنه مواد ما في. يعني حتى إذا وجدت المصاري فيعني مواد ما في. فيعني نحن كتير عم نعاني، ويعني هذا الحصار ما صار له جديد، هو من زمان، يعني من أول الأزمة السورية تقريبا ولسه مستمر. يعني نحن إيش بنفرق مثلا عن الشعب اللي ساكن بالبلد؟ ما نحن كلياتنا سوريين وكلياتنا شعب واحد، يعني ليش لحتى تطبق هالممارسات بحقنا؟ يعني نحن إيش عملنا ولا إيش سوينا؟ نحن بالآخر كلياتنا شعب سوري، وكلياتنا يعني ما بدنا غير لقمة عيشنا ناكلها يعني بكرامة، ونعيش بكرامة، يعني ما بدنا أي شيء تاني.